صباح الخير. طبعا امس نايمة مرة بدري واليوم صاحية مرة كذا مروقة، فراح اعمل لي فطور كذا خفيف ولطيف. فراح استخدم كريمة الطبخ وجبن سايل والتونة، مرة سهلة. اخليهم على جنب وابدأ اعمل الصوص اللي راح احطه من فوق. طبعا انا ابغى الصوص كذا يكون ثقيل، فراح أضيف جبنة. لو شفت الصوص خفيف راح أزود. طبعا هذا الصوص صار جاهز معايا، عبارة عن جبنة سايلة وكريم الطبخ، وأضفت له شوية ملح وفلفل أسود. طعمك ورق عنب جنن، ما قدرت أقاوم، فتحته من السيارة، ما قدرت أصبر للبيت. الحبة جدا صغيرة. ما بين هذه وهذه ايش تبغى؟ لا هذه. الحماس، أنا وماجد جايين ناخذ ملابس البيبي، لسه مو عارفين نوع البيبي، بس جايين ناخذ الألوان اللي كذا اللي تنفع للأولاد والبنات. أخذت هذا، مرة جنن، مرة حلوة الصواني. من أحب الأجسام اللي أحب أروح لها قسم الأكواب، أغراض البيت والحركات والبركات. مرة حلوة هذه السلة، تنفع للخبز. حبيت الفيل، مرة حلو، مرة حلوة هذه كمان، مرة تجنن. حتى هذه ما أحب أروح هذه الأماكن لأنه مرة أحتار. طبعا خاطري شيء كذا مرة حامض، فقلت خليني أعمل لي خيار وطماطم وأعصر عليهم ليمون، نفس الشيء حامض حرفيا. راح أضيف لها كمان شوية ملح.
طبعا دحين احنا خارجين ناخذ عشاء ورايحة بندى مرة مشتهية باسكن، فبس والله استنى افتح لي السيارة. كانت انه بس ناخذ ايس كريم باسكن لاني مرة مشتهيته، فطبعا ما قدرنا نمسك نفسنا واخذنا كم حاجة، فحبيت اجرب هذا الصوص. كثير شفت عليه مت اللي هو صلصة التارتار، فراح أجربها أحسها مرة لذيذة.